أخبارنا النهاردة مهمة جدا وسريعة جدا، محاضرة وتقسيمة قوية وفقرات خاصة لحراس المرمى في ميران الأهلي، والجهاز الفني للأهلي يستقبل روجيرو ميكالي. هل كان لهذه الجلسة أي دور في أي شيء؟ عشان ماتش السوبر وكيفية الاختيار واللي أنا كنت بتكلم عليه من شهر وبتكلم عليه دلوقتي، هنشوف. رجال سلة الأهلي بتتأهل لنصف نهائي البطولة العربية، ألف 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 مبروك لرجال سلة الأهلي. النادي الأهلي يوجه الشكر الأسباني دانيال جوردو، وفيتوريا يصل القاهرة خلال أيام قبل انطلاق الدوري الجديد لمتابعة المباريات. وزير الرياضة يبحث عددا من الموضوعات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، ومئة ألف جنيه عقوبة التهديد بالانسحاب من أي مباراة في الدوري الجديد.